أخبار الطقس ودايماً أهم شيء أخبار طقس دبي، وهالأيام كتير حلوة. مساء الخير مجدي. عطول بنطر منك مقالب ريما، مساء الورد الأحمر بلون جاكيتك، تحياتي. تفضل. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة جديدة من التوقعات المناخية هذا المساء وهذه الليلة، وهذه الفقرة هي للعراق. أبدأ من مجموعة كبيرة من الخرائط والأقمار الصناعية والحديث عن كل التفاصيل المناخية الخاصة بالعراق على مستوى الساعات 24 المقبلة. البداية من خلفي مباشرة صور حركة السحب العابرة، التأثيرات في ثلاث جهات، الأولى هنا في المناطق الشمالية، أيضا المناطق الغربية هنا، وكذلك على المناطق الجنوبية على مستوى الساعات 24 المقبلة. هذه هي السحب العابرة، ولكن أين توقعات الأمطار؟ نشاهدها ونقترب منها الآن على الخريطة في هذه الجهة في الأجزاء الغربية من العراق. طبعا هي قادمة من الأردن، قبل ذلك كانت على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لتصل للعراق خلال ساعات 24 المقبلة ستكون بتأثيرات ضعيفة للغاية، لأنها من المسطحات المائية إلى اليابسة على الأردن وصولا إلى الجهات الغربية من العراق. كل ذلك يضعفها ولكنها موجودة على مستوى الساعات 24 المقبلة. هذا كان بخصوص الأمطار. الآن إلى العاصمة العراقية بغداد، نفصل أكثر مع بغداد هناك بالخط العريض للتوقعات الأمطار على مستوى اليومين المقبلين. تفاصيل أكثر نتحدث عن أيام الجمعة والسبت بخصوص الأمطار، النسب مرتفعة، نتحدث عن أكثر من 50%، وبالتالي مرشح أن تسقط هذه الأمطار خلال الساعات 48 المقبلة. بالأرقام كمية هذه الأمطار هي 4.3 مليمتر، نتحدث عن أرقام توصف بالغزيرة، يعني بمعدلات التساقط المطر في المنطقة العربية تحديدا بالنسبة للعراق 4.3 مليمتر تعتبر أمطار غزيرة متوقعة خلال اليومين المقبلين. طبعا الكثير يسأل عن درجات الحرارة، انخفاض كبير جدا في بغداد، 9 درجات مئوية متوقعة، وحتى ستنخفض أكثر في الفترات المسائية من الليلة، نتحدث حتى حوالي 5 درجات لو أفسحنا المجال أمام الوقت. نشاهد الخريطة الخاصة بالحرارة، سرعة الرياح 20 كيلومتر في الساعة، والرطوبة، واسمحوا لي هنا فقط أن أفصل، الرطوبة مرتفعة جدا 80% في بغداد في الأيام المقبلة، ولكن أمر جيد ارتفاع نسب الرطوبة يخفف من شعورنا بالبرد ومن شعورنا بالانخفاض الكبير بدرجات الحرارة. عندما تكون نسب رطوبة مرتفعة بهذا الشكل تخف الشعور بالبرد أو يخف إحساسنا بالانخفاضات الكبيرة بدرجات الحرارة. تفاصيل أكثر هنا سرعة الرياح نشاهدها بالأسهم البيضاء، دلالات الأرقام أو الألوان بنشرات المناخ على العربية هنا تشير إلى 10 كيلومترات في الساعة سرعة الرياح، ولكنها ستشتد في المناطق الجنوبية على مستوى ساعات المساء من يوم الجمعة المقبل. أكثر تفاصيل بالنسبة للعواصف الرملية بعيدة تماما خلال الساعات 24 المقبلة، فقط استفيد من ما تبقى من ثواني، درجات حرارة منخفضة جدا هنا في الأجزاء الشمالية 2 درجة مئوية. الفقرة انتهت، مباشرة نعود إلى أين الآن؟ إلى ريما، إلى هناك.